خليني أخذ مزيد من التفاصيل والتعقيب والرأي أيضا الصحفي كاتب الصحفي محمود بسيوني رئيس تحرير أخبار اليوم. مساء الخير أستاذ محمود. مساء الخير أستاذ شفقي وكل مشاهدي القناة الأولى. الحقيقة الموقف أصبح يعني مثير للضحك، يعني كمية الاتهامات وكأنهم نسوا القضية ونسوا الكوارث ونسوا الإبادة ونسوا ما يحدث منذ شهور في قطاع غزة، وأصبحت الاتهامات موجهة إلى مصر، كيف تراها؟ يعني في الحقيقة الاتهامات لمصر كانت أمر يعني غريب جدا وفي توقيت مريب جدا، خاصة وإنه توقف الهدنة ده كان مشكلة للجميع لكل الأطراف. وخلينا أقول لحضرتك أن مصر لا تتعامل مع القضية الفلسطينية باعتبارها وسيط، ولكن باعتبارها شريك من أول يوم، ومصر تتحمل فاتورة ثقيلة جدا للأزمة الفلسطينية، تتحمل عبء أن هي الطرف الوحيد الذي يريد المحافظة على الحقوق الفلسطينية وعلى الحق في إنشاء دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية. وده ربما ثابت من ثوابت الخارجية المصرية اللي بتأكد عليها طول الوقت، واللي بتحاول أن هي من خلال دعمها لهذه الثوابت ان هي تحافظ على فكرة الدولة الفلسطينية وتحافظ على فكرة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وده اللي ربما اثار غضب الاطراف الاخرى واثار فكرة ان هم يشوهوا الدور المصري ويحاولوا ان هم يعني يعبسوا ويعني يقولوا الكلام اللي حضرتك اشرتي من شوية على CNN. هو كان امر مثير للسخرية في الحقيقة، انه يبقى من العبث انه نتحدث عن انه مصر تحاول ان تؤثر على طرف من الاطراف او تتلاعب بطرف من الاطراف، لانه منذ اليوم الاول مصر هي من تدعو الى السلام، ومصر من هي تدعو الى وقف وتهدئه الامور وتسعى الى انه يعني يعم السلام المنطقه. كيف وانه الولايات المتحده الامريكيه تدعو مصر الى هذه المفاوضات وتدعم موقفها وتدعم وجودها، وكانت متواجده طول الوقت في على المائده المصريه وتناقش الورقه المصريه التي توافق عليها الجميع، حتى حدث ما حدث في كرم ابي سالم، ثم وجدنا العدوان الاسرائيلي يصل الى مدينه رفح الفلسطينيه. كانت ده والسؤال هنا أستاذ محمود، يعني خلينا نقرأ هذا الإعلام الغربي أو الأمريكي في هذه الادعاءات، هل هو يعني تكسير لدور مصر وأيضا عقاب لمصر لأن مصر واقفة؟ أنا بحس طول الوقت، ويمكن هي دي الكلمة اللي دايما أرددها، وكأن مصر شوكة يعني في هذه المفاوضات. مصر واعية، مصر فاهمة، مصر متابعة، مصر عندها دبلوماسية عالية، مصر يعني متابعة الموضوع كله على الأرض، مصر مهتمة جدا بأنه لا يتم تصفية القضية بأي شكل من الأشكال. هل ده عقاب؟ هل ده تكسير في عظم مصر؟ عقاب يعني على انه يعني ازاي مصر بتعمل الدور، وانه يبقى فيه اتهامات ويبقى شكل مصر امام العالم وكانها لا تقوم بالدور اللي المفروض تقوم به؟ بالتاكيد يعني كل اللي حضرتك اشرتي اليه ده موجود وعلى الطاوله، وبيحاول بعض الاطراف انها تضغط على الدور المصري وتضغط على المفاوض المصري حتى يرضخ لما يريده او ما تريده الحكومه الاسرائيليه المتطرفه، اللي هي اوصلتنا جميعا لطريق مسدود في الحقيقه، واللي بتحاول طول الوقت انها تستقوي بالطرف الامريكي على باقي الاطراف من اجل ان تنفذ ما تريد، ومن اجل ان تمر سياستها وجرائمها ضد الانسانيه دون عقاب. وده ربما للاسف الشديد الدور الامريكي بقى الان تابع للدور الاسرائيلي، ويسعى طول الوقت انه يهدئ من المواقف الدوليه العنيفه والقويه تجاه الجرائم الاسرائيليه. اكيد. ده واحد. الامر الثاني انه مع اضعاف الدور المصري تستطيع اسرائيل والحكومه الاسرائيليه المتطرفه ان تمرر خططها التوسعيه، وعلى راسها فكره انها تكمل في مسار التهجير القسري لاهالينا في غزه وتصفيه القضيه الفلسطينيه وفرض امر واقع علينا في قطاع غزه. وده اللي ربما الدبلوماسيه المصريه رفضته والمفاوض المصري رفضه، انه يتحدث مع طرف اسرائيلي اخر يحاول ان يسيطر على المعبر من الجهه الاخرى، معبر رفح، ومن خلال يعني هذه الضغوط يحاول ان يمرر المساعدات. نحن لا نعرف من سيتلقى المساعدات على الطرف الاخر. اكيد الطرف الاسرائيلي غير مؤتمن في طبعا الاساس على المساعدات الذهبيه. استاذ محمود، هو مكان يعرقل المساعدات،
يعني كميه صحيح. يعني حضرتك تتذكر في البدايه حتى مع دخول المساعدات كان بيتم مراقبه المساعدات وارجاع بعض المساعدات، وهم كان من يعرقلوا وصول هذه المساعدات، فكيف ان مصر تأتمن هذا الجانب على وصول المساعدات باي شكل من الاشكال؟ خلينا نتوقع حضرتك وما يقوم به المستوطنين الان من هجوم على المساعدات، حتى من يصل منهم من الجانب الامريكي. صحيح. يعني حتى كل المساعدات القادمه من امريكا كلها سرقت وكلها تم افسادها، وما دخل من كرم ابي سالم ايضا تم افساده، وفي النهايه ما تقوم به اسرائيل الان هو سياسه تجويع وحصار وجريمه من جرائم الحرب ضد اهلنا في غزه من اجل دفعهم في النهايه الى التهجير القسري. أكيد. وبالتالي انت الطرف الاسرائيلي يريد ان يضغط علينا، يريد ان يضغط على مصر، يريد ان يمرر صفقاته المشبوهه، يريد ان ينفذ خططه المزعومة من أجل تصفية القضية الفلسطينية وإنهاء فكرة الدولة الفلسطينية بالأساس. أكيد يعني واضح جدا كل ما يقدمونه. هل يعني في حاجة تانية حضرتك عايز تقولها؟ اتفضل. خليني أقول لحضرتك أنه الحل النهائي لكل هذه الأمور هو العودة مرة أخرى إلى الورقة المصرية. صحيح. هي الورقة الوحيدة الواقعية التي يمكن البناء عليها في أي هدنة وفي أي محاولة إلى إنهاء هذا الوضع المأزوم في غزة. والورقة المصرية مبنية بالأساس على توافق الأطراف جميعا على خطة زمنية مقابلها انسحاب ومقابلها على الطرف الآخر إخراج أسرى. وبالتالي فالورقة المصرية أتصور أن هي البداية الحقيقية لهدنة في قطاع غزة، ربما يعني تاخذنا بعد ذلك إلى توحد الموقف الفلسطيني والعودة مرة أخرى للمفاوضات وترعاها مصر أيضا مع الأطراف الدولية. بخلاف ذلك سيستمر نزيف الدم في فلسطين. صحيح. سيستمر الضغط الدولي على الحكومة الإسرائيلية، ستستمر فكرة يعني توجيه الاتهامات للحكومة الإسرائيلية والأطراف الأخرى المتورطة في القتل في الأراضي المحتلة، وبالتالي سيستمر هذا الأمر إلى فترة لا يعلمها إلا الله. فبالتالي العودة مرة أخرى للورقة المصرية. أنا بتفق معك، خلينا نتفق إن احنا ننهي هذا يعني هذا الحديث زي ما حضرتك ذكرت، العودة إلى الورقة المصرية هو الحل، لأن هو الحل الآمن، هو الحل الحقيقي، هو الحل بأن تبقى القضية الفلسطينية على الخريطة، وألا يلعب أحد بهذه القضية أو يحاول تصفية هذه القضية، وأن يتحجج بموقف مصر كما يذكرون. ولكن أعتقد مهما قيل الكل عارف ماذا قدمت مصر وماذا تقدم، وأيضا ستظل مصر دائما تقدم دورها طول الوقت. الكاتب الصحفي محمود بسيوني، رئيس تحرير أخبار اليوم، أشكر حضرتك شكرا جزيلا.